مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من نبض بيروت. دايما لمواكبة كل التطورات على ساحتنا الداخلية من سياسية اقتصادية اجتماعية معيشية وارتباطها أيضا بتداعيات التطورات الإقليمية والدولية. بيسرني أن يكون ضيفي بهذه الحلقة الصحفي الأستاذ غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير الشمال. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير أستاذ ريفي. من طرابلس إلى بيروت طريق منيحة منيحة إلى حد ما، يعني منيحة منيحة اللي يعني أنا بعتقد غلى البنزين مش مأثر كتير لأنه بعد عجقة السير هي موجودة. هي طب الناس أي بقى والله تروح على شغلها وبدها أكيد أكيد يعني تتحرك، الله يساعد ما باليد العالم حيلة وما يعني. باليد حيلة. أي والله يعني الناس صارت نص أو ثلاث أرباع مدخولة عم تحطوا على الطرقات. على أمل أنه بكرة تتحسن الأوضاع، ما بعرف قديش لنشوف رح يضل الأمل هلا بنشوف معكي مكفينا لنقدر، يعني بالنهاية بصير في شلل تام. كلنا بنعرف أنه تماما المؤسسات تماما العامة الموظفين، ما إذا بس بدك هيك تروح يعني تعمل ورقة بتنقي حتى نهار الأربعاء مثلا. حتى الانتخابات كمان يعني ما الانتخابات بدك كهرباء لمدة 24 ساعة، بدك نقل، بدك الموظفين يرضوا بالبدل اللي عم يعطوهم اياه، قد قيمته بدك القضاة يرضوا كمان، لو خصوصا انه سمعنا في تهديد من قبل بعض القضاة بانه ما حينزلوا يترأسوا لجان القيد. فطبعا يعني هيدا امر مين بده يرجع يصير بما انه يحل حكينا بداية مكانه. بهالموضوع، عرفت اول شيء قصة الانتخابات، شو رأيك؟ ما خلينا نحكي بالشغلات الأساسية اليوم، طيب يلا، فإذا خلينا بنترك مشاهدينا موضوع الانتخابات لبعد النيابية اللي شوي. هو ملف دسم طبعا ومنتظر على أنه تصير الانتخابات بموعدها الدستوري ب 15 أيار، ولكن خلينا نبدأ من التطورات السياسية الأخيرة والعين على الحكومة اليوم، فينا نقول هيك؟ يعني بدك تشوفي اليوم بعد الغضبة يلي عملها الرئيس نجيب ميقاتي واللي بينت قديش هو يعني مجروح على الوضع اللي موجود بالبلد، خصوصا بعد اسقاط الكابيتال كنترول امبارح باللجان المشتركه، واليوم كذلك الامر، يعني والاوصاف يلي طلعت على هيدا الاقتراح القانون من اللقيط الى المشبوه الى يعني بس هو ما كان ما هيك الى ذلك. مشروع لا قانون تقدم من اللجنة اللي بترأسها، هو يعني هيدي ليكي مشروع القانون موجود من الاساس ومتقدم من الاساس وتناقش باللجان المشتركه وطلب ملاحظات صندوق النقد الدولي عليه، فنعملت هيدي الملاحظات. وهيدا يعني اليوم نحن بدنا نقر قانون الكابيتال كنترول حتى نقدمه لصندوق النقد الدولي وحتى يوافق على صندوق النقد الدولي. فنحن اليوم جايبين ملاحظات الصندوق وموجودة فيه وقدمناه على يعني عمل مثل ما طلبت اللجان المشتركة. لكن للأسف الشديد اليوم نحن عم نشوف أنه مبارحة تحولت اللجان المشتركة إلى بازار انتخابي لتبييض الوش مع الـ يعني اف هلا الاكثريه اللي طلع صوتها امبارح تماما تماما فقط من اجل الانتخابات، يعني والصوتين الثلاثه اللي كانوا مع هذا هن اللي معهم حق. شوفي اخر الكل بدك تعملي هذا القانون بده يقر في واقع معين، بده الواحد يتعاطى معه، ما بقى فينا نجي نتخبى وراء اصبعنا ونجي نطلب شغلات ما فينا نعملها. نتالي فاقد الشيء لا يعطيه. اليوم انت عم اجت هيدي الحكومه بمهمه انقاذيه عم تتابع شغلها بالتي هي احسن باللي عم تقدر عليه من ضمن الامكانات الموجوده. اليوم شفتي لي حدا امبارح قدم حل او قدم صيغه تانية غير انه نحن طلعنا عملنا، كل مين طلع عمل معلقه ليخاطب جمهوره ويقول ان ده انا حريص عليك وقديش انا حريص على المودعين. طيب اليوم نحن عم نشوف في دعم دولي وعربي صار للبنان منقطع النظير ومبين هذا الدعم، وين ما بيروح الرئيس ميقاتي وكان من يومين بقطر بيجي بي 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 يعني معنويات جدا مرتفعه قد ما بيسمع في دعم دولي وعربي للبنان، لكن يواجه هذا الدعم الخارجي بمناكفات داخلية وصراعات وتجاذبات وتصفية حسابات، بينما البلد عم يغرق مثل السفينة اللي عم تغرق، بدل ما نجي ننقذ بدنا نجي نعلق مع بعض مين بده يقعد قدام.
طيب. الشغلة الثانية من الواضح تماما كمان اليوم أنه لأنه نحن بالزمن الانتخابي كمان في حملات انتخابية عم تخاض صارت على ظهر العهد ببعض الأحيان وعلى ظهر الحكومة بأكثر الأحيان من خلال أنه يعني الهجوم على الحكومة ويعني كل مين صار عما يعني كيف بدي أقول لك إياها بالعربي عم يتهضمن هو وعما يحكي عن الحكومة مشان أنه هو قديش عنده شعبية ولا قديش عنده ما كل اللي موجودين مشاركين يعني اليوم في حكومة غير مسؤولة عن الأزمة جاءت لتحل هذه الأزمة وهناك نواب مسؤولة تياراتهم عن الأزمة عم يحاسبوا الحكومة على كيفية إدارة هذه الأزمة أو على العمل لأنه لهلا ماذا أنجزت هذه الحكومة على صعيد طيب تحل هذه الأزمة على الأقل لناحية خطة التعافي اللي حتى صندوق النقد رفض أكثر من مرة وطلب كثير شروط طيب لحتى انعمل ما اليوم نحن كمان ما تنسي أنه التعاطي مع صندوق النقد الدولي منه تعاطي سهل الكل بيقولوا انه صندوق النقد الدولي بالعكس يعني هو بيكون ضد البلد وضد الشعب الرئيس ميقاتي بالزيارات اللي عملها من غلاسكو لألمانيا لقطر شاف مسؤولين عن صندوق النقد الدولي وعم يحاول يخفف قد ما كان عن كاهل البلد بهذا الموضوع ولكن طيب اليوم حكينا عن الكهرباء في 100 عرقلة على موضوع الكهرباء حكينا عن الغاز المصري في 100 عرقلة على الغاز المصري جينا بدنا نعمل كابيتال كنترول بلشنا بدنا نشتغل عليه انتخابات جينا بدنا نعمل خطة التعافي الاقتصادي كل مين كمان عم يحاول يا عمي خلينا اليوم البلد عم يروح من بين ايدينا خلي هالدولة تقعد يعني خلي كل الافرقاء نحن لازم يكون عندنا حالة طوارئ نحن لازم مجلس النواب يدل مفتوح 24 على 24 ساعة الحكومة تدل عم تشتغل 24 ساعة أصرب عبدة مفتوح 24 ساعة حتى يكون في ورش عمل لننقذ هذا البلد طيب اليوم أعطيني حدا إجا عطانا صيغة إجا عطى صيغة بديلة للبنانيين بس كمان ما فيها لجنة إيه؟ هي تتفرد بمصير اللبنانيين والمودعين وكل ما إلى هنالك تكون رهينة 5 سنين يعني لطرح خطير كان اللجنة تولت التفاوض مع صندوق النقد لأخذ ملاحظاته القانون موجود مش اللجنة اللي عملت القانون يعني ليش بدنا هيدي توضحها كثير للمشاهدين ما هو اليوم ما بدك تشوفي كل مين كيف عم يخاطب شارعه طيب اليوم قلنا قانون تهريبي هل اللي قال قانون تهريبي عطى بديل عطى صيغة تانية قال كيف بيكون قانون منه تهريبي طيب ما نحن كمان اليوم في هالناس بده يكمل البلد طيب ما في مال حكم بين رئيس لجنة التنمية والموازنة نائب ابراهيم كنعان بكل صراحة ايه وحط ملاحظاته بهالملاحظات طيب ممكن تصحيحها ليكون المسار طيب على الطريقة ممكن الصحيحة ممكن ما عم ينقال انه والله هيدا شيء منزل لا قصدي انا ولكن التفاصيل ولكن يعني حتى بمسألة سقف الحبوبات وعلى 5 سنين وشو مصير الودائع طيب بهيدي الطريقة ما هو بالنهاية باللي عندك بدك تشتغلي ما هو اليوم مش على كيفنا بدنا نشتغل كان عندنا 100 مليار صار عندنا يمكن 12 مليار او 10 طيب انا بدي رد بده يجيني مداخيل وبدي رد ما بيصير رد على كيفي واخر الشيء اخسر او ما اقدر كمل اليوم لما بيكون عم ينقال ان والله $1,000 بالشهر للمودعين على 5 سنين يعني نوعا ما مثل ما بيقولوا يعني اليوم عم تحكي الكحل احسن من العمل لانه ما بقى في مصاري ليش عم نتخبى وراء اصبعنا واليوم ومبارحه اللي قالوا النائب ميشيل ظاهر قال نحن مفلسين وما عم نعترف طيب نحن مفلسين وما عم نعترف ولكن اخر الكل هيدي الحكومه عم تدير هيدي التفليسه يا ستي وعم تحاول ترجع اموال المودعين لهم بالتي هي احسن ما في مصاري ينعطوا المودعين كل الاموال دفعه واحده بدهم يتقسطوا شوي ورا شوي والودائع الكبرى بدهم يشوفوا كيف بده ينعمل فيها يعني أسهم لا مش اللي كمان الموضوع. كمان لا الودائع الكبيرة الموجودة هلا بالمصارف بده ينشاف كيف بعدين يعني حتى موضوع الأموال المنهوبة حدا طرح صيغة
حدا قال مين هدول اللي تقدم قانون لمجلس النواب؟ مزبوط، لازم النواب مزبوط. لازم يتواكب ولازم ينعمل، ولكن اخر الكل نجي منشوف انه في مصالح شخصية عم تتقدم على المصلحة الوطنية العليا. شفناها مبارح بالكابيتال كنترول، كان لازم ينعمل مبارح مناقشة يمكن أرقى شوي من هيك مع احترامي للجميع، ولكن آخر الكل لقينا كل مين طلع عم يخاطب جمهوره، كل مين عم يطلع يقول لجمهوره انتخبوني أنا عم دافع عن ودائعكم، وهذا الأمر خطأ. لأنه آخر الكل لا جمهورك حيكون حياخد ودائعه بهذه الطريقة، ولا الجمهور الثاني حياخد الودائع كمان بنفس الطريقة. مثل هرب في الحكومة الماضية من رفع الدعم، دفعنا حقها 12 مليار. تماما راح أكثر، 16 مليار بهديك الحكومة انصرف، ما حدا سمعت عم يسائل وين راحوا هال 16 مليار. نحن كان عنا يمكن 28 مليار، راحوا 16 دل عنا هلأ يمكن 12. ايه بس انه ما شفنا انه في مساءلة عن وين راحوا، كيف راحوا، ليش راحوا بسنة ونص مثلا يروح هيدي المبالغ كلياتها. في ازمة، ما حدا عم يجي يقول ما في ازمة، في ازمة كبيرة، في انهيار، نحن بالحضيض. جاي اليوم الحكومة تعمل التدابير اللازمة للانقاذ، يجب الوقوف الى جانب الحكومة، يجب تلقف الدعم الدولي وتلقف الدعم العربي المستجد إذا جاز التعبير، ونتخلى شوي بهالوقت عن المناكفات تبعتنا وعن التجاذبات وعن تصفية الحسابات. يا عمي خلينا نرجع ننهض بالبلد، وبعدين خلينا نسب بعض قد ما كان ونصفي حسابات قد ما كان، بس خلينا نقف على إجرينا، بس خلينا نشم نفسنا، خلي اللبنانيين يشموا نفسهم. اليوم ما بقى في شو ما بيطلع اللبناني بالبلد، ما بقى عنده يعني شيء قديه، لو بيطلع 10 مليون لو بيطلع 15 مليون يعني ما عم يقدر يعمل. وصلنا لبيت القصيد، اذا هيك لازم الرئيس ميقاتي عمل هالصرخه وناشد انه نوقف مناكفات، انه الحكومه ما بقى تنكب عليها كل الاتهامات لانه هي عم تشتغل، بس بنفس الوقت بس نحكي مال ونحكي نقد ونحكي عن سياسات خاطئة طيلة هالفترة. بس طلع الاتهام بوجه حاكم مصرف لبنان كان أول المدافعين هو رئيس الحكومة، ما في تناقض شوي؟ لا مش كان أول المدافعين رئيس الحكومة أبدا. هي قال أول شيء مش بالمعركة منقيل ضباط، وكأنه رح توقع الواقعة إذا تغير حاكم مصرف. رجع عند ما كمان شفنا عند يعني اتهام والجلب والدعوة وإلى ما هنالك، كيف كان الموقف؟ نحكي الأمور مثل ما هي. آخر شيء حكي عن قصة أنه يحضر جلسة مجلس وزراء. نحكي يعني الأمور مثل ما هي. أكيد في رفض سياسي بالبلد، وأنت بتعرفي الأمور بالبلد ما بتمشي إلا بتوافق. في رفض سياسي بالبلد بتعيين حاكم مصرف لبنان اليوم في نهاية العهد. عادة بيعتبروا بأنه حاكم مصرف لبنان بيجي مع عهد جديد وبيكمل معه 6 سنوات، فبالتالي هيدا بوضع طبيعي بالمناكفات السياسية. بالمناكفات، ما هلا عم نحكي عن المناكفات السياسية. رجعنا بالمناكفات السياسية، ممنوع يتعين بديل. إذا انشال رياض سلامة اليوم، وأنا من أنصار رياض سلامة، يتركوا يشتغل يقيلوا. أوكي. يعني هيدا المناكفات والأخذ والرد والدعاوي والطلب والكذا، هيدا بضرب لبنان وبسمعة لبنان. يا كم خلوا يكمل، يتفقوا أنه يكمل يشتغل أو قيلوا. إقالته ما حتجيب هلأ حاكم مصرف لبنان جديد في ظل الأشهر الأخيرة من أشهر العهد، وبالتالي سيكون هناك مثل حارس قضائي على مصرف لبنان ليمشي الشغل. نحن اليوم عم نحاول نستعيد الثقة بلبنان، رايحين على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مصرف لبنان هو أساس في هذه المفاوضات. هل منأخذ معنا حارس قضائي على مصرف لبنان ليفاوض معنا بصندوق النقد الدولي؟ شو جايب نداء الوطن؟ في غضب دولي وأوروبي على حاكم مصرف لبنان، وأنه ورقته يعني ما بعرف أنا أنه ساعة حاكم مصرف لبنان بده يقرع
جرس بورصة نيويورك، وساعة بده ياخذ جوائز ما بعرف من وين، وساعة انه عليه شو اسمه. حتى بس الان عليه مش حتى مش كذبة. حتى الان في مساءلات، في مساءلات عليه، لا في دعاوى ولا في عمليات مثل ما بيقولوا يعني مساءلة، انه خلينا نشوف. انا اذا شكيت شي فيك بتروح على القضاء لنبت الامور، ليش يرفض الذهاب الى القضاء؟ خلي القضاء يبت. لانه اول شغله يعني اليوم انت بتعرفي بلبنان كيف بيكون موضوع القضاء، واليوم في اكثر من قصه بموضوع المصارف. عما يعني حقول لك على شغله، يوم لما بتكوني مدينه حدا كل نتفه بتتصلي فيه بتقولي له صحتك منيحه، انت منيح، لا تروح ولا تجي، خليك مشان ما يصيبك شيء مشان تدفع لي الدينه. طيب يروحوا المصريين. طيب نحن اليوم عندنا مصاري بمصرف لبنان وعندنا مصاري بالبنوك. طيب هل نحن اليوم شغلتنا نحافظ على بس مش ملكه؟ لا مش لا 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 اكيد مش ملكه، مش ملكه لحدا، اكيد, أكيد مش ملكه، ولكن تفرق. اخر الكل تفرق. نحن شفنا انه وضعت اختام على احد المصارف، في شغل 3000 4000 مواطن لبناني تعطل على مدى 3 4 ايام. طيب اليوم بالعكس المصارف يمكن تكون مبسوطه انه هي تسكر، بكره بتعلن تفليسه وبتخلص وبيجي بيقول لك هيئه ضمان الودائع لك هالقد، ويمكن الناس كلياتها ينخرب بيتها. طبعا طبعا في هيئه ضمان الودائع، ولكن هيئه ضمان الودائع بتعطي 75 مليون ليره، شو بنعمل بالباقيين؟ يعني اليوم القصه ما في شيء اسمه انتقائيه، وما في شيء اسمه استنسابيه، وما في شيء اسمه انه انا بدي استهدف هيدا البنك او بدي اشوف هيدا البنك. القصه اليوم ولا بقصه ولا القصه بالقضاء. يعني اليوم حتى موضوع الرئيس مئاتي، الرئيس مئاتي عم يحافظ على المؤسسات بالنهايه، المؤسسات تحتاج الى حمايه. كان في مشكله كبيره بموضوع المصارف مع القضاء، هددت المصارف بالتوقف عن العمل. هيدا القطاع المصرفي اذا انهار بالبلد انهار البلد كلياته، هذا اللي باقي، هذا اللي باقي عنا. اكيد مش هدفنا ينهار القطاع المصرفي، لذلك بس فينا نحكي الامور مثل ما هي. لذلك الرئيس مئاتي عمل جلسه للحكومه للتشاور مع الجسم القضائي حول موضوع المصارف لحمايه الجسم القضائي وعدم التدخل فيه، ولحماية أيضا المصارف اللي هن اليوم أساس ال- 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 القطاع العمود الفقري المالي في البلد تماما. ونفتخر بهيدا الشيء، بس فينا نحكي الأمور مثل ما هي. بما أنه قلت لي أنه الرئيس مئاتي حابب يكون الاستقرار وهمه على النقد والمال، كلنا بنعرف كمان أنه بالفترة اللي كانت كمان مصرف لبنان عم بيعطي قروض والمصارف عم تعطي قروض، أول حدا استفاد هو الرئيس مئاتي. طيب هون يعني ما بعرف شو التوصيف اللي ممكن نقوله بيظل في أموال راحت هدر، إن كان على الدعم أو على القروض. في حدا متمول معه مليارات أخذ قروض لازم تكون مدعومة لناس مش قادرة يكون عندها مصاري. كمان هيدي هيدا الموضوع كمان في التباس كبير، ومنيح التباس. ومنيح اللي فتحتيه، وانا منك يعني جايبتيني لدافع عن الرئيس مئات. يعني انا عم نحكي الامور مثل ما هي يعني وتساؤلات الناس. اول شيء يعني كل رجال الاعمال اليوم، بعدين مش الرئيس مئات اللي اخذ قرض، يعني ما في اسم للرئيس مئات بالقروض ابدا. في هلا بتقلي شركه هو؟ لا 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 شركه يعني في اسماء، في زكا بالبزنس اصلا، في اسماء يا اختي. اخر شيء البزنس يعني البزنس هو عباره من وراء زكا السياسيين عنه. القروض ما خصهم بالودائع ولا خصهم بالمال، اصلا هيدي القروض سددت كلياتها، والفوائد كانت عاليه وما كانت فوائد بيستفيد منها، وهيدي القروض ما انعملت لمحدودي الدخل، هيدا كان في الاحتياطي الالزامي، وكان الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه هو اللي طلب بوقتها من هداك الوقت بانه هيدي الاحتياطي الالزامي بدل ما يضل موجود بمصرف لبنان من دون اي تشغيل، عمليه بدل تشغيليه بدل ما ينعمل فيهم انماء ومشاريع واشياء منتجه. هيدا شيء بترجع هيدا ما خصه باللي باللي استفادوا من القروض. هيدا ما خصه، هيدا خصه بالدولة. انه كان في سياسه خاطئه بالحكومات السابقه. طيب على القليل اللي استلم الحكومه هلا يكون عم يتبع غير سياسه، هلا بقى في اموال وصلنا يعني. وصلنا للنتيجه وضع هيدي الاحتياطي الالزامي
بخدمة مصرف لبنان للقروض للمشاريع الكبرى، واللي كل مين بده يعمل شغلة وعم ياخدوا كانوا القروض بفايدة عالية، وهيدي القروض سددت ورجعت للدولة. يعني اليوم أي رجل أعمال في ما يحرك مصرياته، في يروح ياخد على البنك طالما عم يدفع الفوائد وعم يرجع يرده. وهيدي القروض بعتقد انحكى فيها بالقضاء، القضاء برأ هذا الموضوع وقال ما فيها مخالفة وقال ما بقى فيها شيء. يعني صار كل مين بده يتعاطى مع الرئيس ميقاتي اليوم أو بده يستهدفه بشغلة بده يجي يقول عن القروض وهذا الموضوع. هذا الموضوع خلص، القضاء قال ما في مخالفة. الحق أي بني آدم معه مصاري أو ما معه مصاري حقه يأخذ قرض، وهيدي القروض منا من القروض المدعومة، منا من قروض المؤسسة العامة للإسكان. هيدا قرض عملته البنوك وصار في بنويات على الطريق إنه يلي بده قرض يجي يأخذه بالفايدة العالية مشان يتحرك. هيدا الاحتياطي الإلزامي. هيدي شغلة. شو قلنا لا بس هون يعني أكيد، ما هو المشكلة إنه كل شيء بالقانون، حتى اللي ظهروا مصريتهم بالقانون. اذا بدك تيجي تحكي قانونيا يحق له، ما في شيء، ما كان في كابيتال كنترول ولا كان في شيء بيمنع انه واحد يظهر مصريته. بس بازمه في قصص اخلاقيه، ونفس الشيء ببلد يعني ناس ميسوره مش بحاجه لقروض بهذا المنظار. ما اختلفنا، ولكن اخر الكل بالعكس، كانت هيدي القروض عم تفيد الخزينه. لك شو عم بتفيد؟ يا ناتالي عم تفيد طبعا بالفوائد. لما بتاخدي ب6% وب7% ايه بتكوني عم تفيد. ما هو ليش عمل مصرف لبنان على المدى الطويل؟ دائما المشاريع الانتاجيه هي اللي بتفيد البلد ككل. تماما على طريقة. طيب مشان هيك نحن اليوم اللي وصلنا له هو تراكمات، صح؟ تراكمات، صح. يمكن فينا نقول من 2005، فينا نقول من قبل 2005. اخر الكل ما فيك اليوم تجي، ورئيس ميقاتي كان بالحكم بهالوقت بعد 2005. الرئيس ميقاتي اجى عمل انتخابات وكان عنده حكومة، وكان فيها يعني انت بتعرفي كيف كانت بداية الربيع العربي، وبتعرفي شو كان في مخاطر بوقتها على لبنان، وكنا على وشك فتنة سنية شيعية وكان ممكن تصير وممكن لهلأ كنا ندل فيها لو ما اجى الرئيس ميقاتي وقتها واخذ هيدا يعني اخذ كرة النار بوقتها مثل ما اليوم عم يحمل كرة نار. وبالتالي لذلك هيدا الأمر ما بينحط اليوم بخانة واحدة، ما بينحط بخانة حاكم مصرف لبنان لوحده. هيدا الأمر اللي وصلنا له ما بيتحمله حاكم مصرف لبنان لوحده، ومش دفاعا عن حاكم مصرف لبنان، ولكن آخر الكل كل مين جاء إلى هذا إلى الحكم عنده شوي من هالمسؤولية. بدك تبلش من الصندوق المصري لتعرف وين تماما راحه. تماما في مطرح بدنا نبلش فيه. بس ما فيك تحملي المسؤولية والله اليوم كل هذا الفشل بدنا نحمله لحاكم مصرف لبنان اليوم. أكيد في لا. منشان هيك بس بده منشان هيك النواب الأفاضل يلي طلعوا مبارح يتباكوا على المودعين، كل التيارات السياسية اللي بينتموا لها كانت مشاركة بهيدي الحكومات وموجودة. فبالتالي خلينا نخفف شوية شعبوية ونقعد على طاولة واحدة لنشوف كيف بدنا نحل المسألة، لأنه البلد رايح على الانهيار. وبعدين إذا راح البلد على الانهيار ما بقى في حدا لا ما السنة يعني هلأ نوعا ما كنا نازلين هيك، هلأ حطينا مثل السن وقفنا بوقت تشكيل الحكومة نوعا ما. يعني إسا في مين عم يحكي معنا؟ إسا صندوق النقد عم يحكي معنا. كان صندوق النقد ناتالي ما عم يحكي مع حدا. صندوق النقد منقص يعني عم نحكي بثلاثة مليار ونحن هدرنا 12 مليار. عنا خيار تاني اليوم غير صندوق النقد؟ إذا في خيار تاني يا عمي خلينا نحكي فيه ونروح عليه. طب 3 مليار رح يشيلوا الزير من البير يعني؟ هلا 3 مليار من هون، بكرة انفتاح عربي شوي من هون، الشغل اللي عم ينعمل بالحكومة كرمال عودة لبنان إلى الحاضنة العربية كمان كله عم ينشغل بهالنقطة بالذات. هل فينا نقول آخر لقاء لرئيس ميقاتي بقطر وما حكي واللقاءات اللي صارت إن كان مع صندوق النقد تزامنا مع الوفد اللي إجا على لبنان، وأيضا لقاءاته الخليجية بين مزدوجين وتفاؤله وإيجابيته، هل فينا نقرأ هيك بكواليس هذه الزيارة؟ عندك شي معطيات؟ يعني ليك الرئيس ميقاتي من وقت ما اجى على الحكومة لم يترك أي فرصة أو مناسبة
إلا ما كانت يعني حرص على طرح القضية اللبنانية على طاولة، كان على طاولة صناع القرار بجلاسكو، وكان بوقتها صار لبنان 5 6 سنين يمكن ما كان عنده هذا الحضور على طاولة عالمية مثل ما صار بجلاسكو. شفنا بمؤتمر الأمن بألمانيا كيف كان الرئيس عما يتعاطى مع الكل، ودايما في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليقدر يخفف من الشروط المفروضة على لبنان. وطبعا اليوم تكتسب أكيد زيارة قطر أهمية كبرى بالتزامن مع الانفتاح الخليجي المستجد على لبنان، والبيان السعودي والبيان الكويتي يلي وجه أنا برأيي رسالة شخصية للرئيس مئاتي، لأنه شخصية لأنه اليوم ليس لبنان ككل يعني. لا هلا في يعني من خلاله يمكن تكون بس، ولكن في إشارة للرئيس مئاتي، لأنه غالبا لما بتطلع الخارجية السعودية بيان بتقول تشيد ببيان الحكومة اللبنانية، يعني لما بتسمي الرئيس مئاتي بالاسم كرئيس حكومي بيكون في إشارة كمان إيجابية لقلو بأنه نحن اليوم عم نحاول أنه حنكون حدك وندعمك بحكومتك. وطبعا هذا الأمر بده يستفيد منه كل البلد، يعني اليوم الرئيس مئاتي هو رئيس حكومة كل لبنان وعم يسعى على هذا الأمر. اليوم الراحة على قطر هي من ضمن لا جولة خليجية ولا شيء له علاقة بأي زيارات خليجية، هي للمشاركة في منتدى قطر يلي كان بعنوان نحو التحول إلى عصر جديد. وطبعا على هامش المشاركة كان في لقاء مثمر جدا مع الشيخ تميم ومع وزير الخارجية القطري، وطبعا الشيخ تميم أبدى كل استعداد لمساعدة لبنان بأكثر من مجال، وكذلك وزير الخارجية الكويتي وكذلك وزير الخارجية الأردني يلي بحثوا الرئيس مئاتي الأمور العالقة بموضوع الكهرباء الأردنية، وقال الوزير الخارجية بأنه هو ينتظر ورقة السماح الأمريكية لعدم لاستثناء الأردن من قانون قيصر ليبلش بموضوع الكهرباء. وطبعا يعني هذه اللقاءات كلياتها مثمرة، ولكن اليوم كل ما بيطلع الرئيس مئاتي لبرا بيجي عنده يعني حافز للعمل ولتقديم كل ما يمكن بالعمل الحكومي انطلاقا من الدعم الدولي اللي بيشوفه والاحتضان العربي، منوصل على محل انه المناكفات وتجاذبات والصراعات، وهيدا بده يصفي حسابات مع هيدا، وهيدا بده يعمل انتخابات على ظهر هيدا. خلينا نروح نستفيد من هذا الدعم، نستفيد من هذا العمل الحكومي، نستفيد من وجود الرئيس مئاتي على يعني رأس هذه الحكومة. واليوم الرئيس مئاتي وجه رسالة بمجلس النواب، وأنا برأيي رسالة شديدة اللهجة لما طلب من الرئيس نبيه بري طرح الثقة بهذه الحكومة. يعني اليوم ما شفنا نحن أنه ما عندكم ثقة فينا، طرحوا الثقة فينا سابقة لم يقدم عليها أي رئيس حكومة في السابق. أن يطلب عادة النواب بيطلبوا طرح الثقة بمجلس النواب بالحكومة، ويسعى رئيس الحكومة إلى لملمة الأمور. لأول مرة اليوم الرئيس نجيب ميقاتي وقف في مجلس النواب وخاطب الرئيس بري وطلب منه رسميا طرح تحويل الجلسة إلى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة. وهذا عم يقول لهم الرئيس مئاتي أنا غير متمسك بهذا الكرسي، مش مزايدة يعرف هلأ يعني إذا بدك كمان عرف الحبيب مقامه فتدلى. لا إذا بدك إذا بدك تشوفيها هيك، وإذا بدك تشوفي، ولكن آخر الكل هيدي جرأة إنه يطلب طرح الثقة، وأيضا رسالة إنه اليوم ما كل مين يجي يطلع يعمل انتخاباته على ظهر الحكومة. ليست الحكومة مسؤولة اللي اجت من 4 أشهر واللي تعطلت 3 أشهر واللي انشغل من يعني يمكن من تحت الطاولة انشغلت الملفات حتى يقدر يمشي الأمور وقتها الرئيس مئاتي باللجان الوزارية أيام التعطيل يلي صار. وآخر الكل جايين أنتوا تعملوا انتخاباتكم على ظهر حكومة اجت للإنقاذ وغير مسؤولة عن اللي كان.
طيب وين خطة التعافي لليوم؟ خطة حتى التعافي ما بنعرف شو في بقلبها وشو اللي تقدم. بتعرفي ليش؟ لأنه هيدي الخطة ما حتتقدم إلا لتصير كاملة متكاملة بشكل نهائي. ليه؟ لأنه اليوم كل ما يعني اليوم كل ما بيتسرب منا بند منفوت بمتاهات ومنفوت باعتراضات وهيدا كذا وهيدا كذا، ما بتقعد بتطلع كمان معك. ما فيها تكون تهريب، ما في تهريب لانه ما في ثقه اليوم انه ما تكون هلا موجعه اكثر على المواطنين. خطه التعافي كمان. الاقتصادي ناتالي في وجع اكيد على الناس، ما بدنا نتخبى وراء اصبعنا. هلا بدك تتبنى مقولة الرئيس مئات نتحمل بعض، ما عم نتحمل كمان بعض. شوي كان يعني فيها مبالغة هاي الكلمة من شخص لم يعش أوجاع الناس أنه بدنا نتحمل. مين بده يتحمل؟ مين الفقير بده يتحمل؟ ما حدا بيعرف مين عايش وجع الناس ومين ما عايش وجع الناس. روحي على طرابلس شوفي الرئيس مئاتي كيف مؤسساته عم تشتغل بطرابلس، ويمكن بيقولوا لك هلا بيطلع مين بيقول لك انه طرابلس كلام قد ما هي اغنى اغنياء العالم. طيب وهي المدينه طيب الاكثر حرمانا، بس اليوم طرابلس لانه فيها احزمه بؤس، وطرابلس فيها نازحين، وطرابلس فيها لاجئين، وطرابلس فيها مليون زلمي. لما بيكون الواحد مسؤول عن مدينه او منطقه صغيره فيها 50,000 فيها 100,000، ما في يجي يقارن حاله بحدا مسؤول عن مدينة فيها مليون زلمي. اليوم شو من كان ما حدا بيقدر ينمي طرابلس إلا الدولة. اليوم بتشيلي ب50,000 بتشيلي ب100,000، إذا في 300,000 فقير صح بيطلعوكي منك عاملة شيء. فبالتالي الجملة اليوم الجملة كتير مهمة. إلا الدولة. كيف إذا طبيعي كان ابن طرابلس رئيس حكومة هلا ما هو بالظرف بالمساكين. نحن قد ما مسكين طرابلس للأمانة، كل ما بيكون فيها رئيس حكومة منا بيحاول بده يشتغل شيء بيصير يلي شو بدي اقول لك ما ليس في الحسبان. بعهد الرئيس عمر كرامي بال2004 اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بال2011 صار موضوع الربيع العربي ونقلت كل التوترات الأمنية إلى طرابلس عندما كان الرئيس يحارب من تيار المستقبل وقوى 14 إدار، وكان عندنا 14 جولة عنف أضيفوا إلى 7 فكانوا 20 جولة عنف بطرابلس. فكمان ورغم ذلك الرئيس مئاتي لما كان رئيس حكومة عمل لطرابلس المبنى الجامعي الموحد اللي موجود للجامعة اللبنانية، عمل القصر عدل الجديد، وأقر 100 مليون دولار لهلا السهن بذمة الدولة، وطبعا ما في مصاري لينعطوا. ولكن بالنهاية الناس معها حق تعبر عن غضبها وتعبر عن يعني قرفها إذا بدك، وتسب وتعمل وكل شيء، ولكن آخر الكل في حقيقة موجودة، في حكومة عم تحاول تجي. ما قال الرئيس مئاتي أنا جاي جيب المن والسلوى على لبنان، لما طلع أول ما تكلف قال نحن حنعمل حكومة، نحن بلد منهار بالكامل حنشوف شو فينا نعمل. طيب وبعده بالموازنة لهلأ ما رح تمشي لأنه تعتبر كمان موازنة مثقلة. طيب وستكون طيب ما بالنهايه بدك تصل على الناس، ما هو كمان بدك تصل رفع الدعم فيه. ويمكن كان لازم يصير قبل ولكن بطريقه ترشيديه اكثر. هلا عم ينحكى الدواء كليا يعني لا الدواء بعتقد وعيش يا فقير ما حيكون ويا مريض اذا لقيوه. طيب ما شايفين شو طيب عم بصير. طيب ما هذا هو، ولكن يعني طيب اخر الشيء هذا وضع منين بتجيبي يعني؟ ما هو من المصريات اللي انسرقوا. طيب وين المصريات؟ نفتحوا القوانين المحاسبيه، خلينا نروح نمشي طيب حد التدقيق الجنائي، خلينا نشوف كيف فينا نرد هالاموال. هل شفتي لي حدا دعا لطاوله حوار حول كيفيه رد الاموال المنهوبه او ورشه عمل حول كيفيه هذا الرئيس الجمهوري دعا لطاوله حوار رفضوا؟ ما في الا طيب لانه في مين بده يصفي حساباته، في مين بده يصفي البلد، في مين بده يصفي حساباته معه. نرجع منقول انه هيدا البلد عم يغرق والسفينه عم تغرق ونحن راكدين عم نقتل بعض، او المريض عم يموت بين ايدينا ونحن بدنا نلبس الروب الاحمر ولا الروب الاخضر عم نقتل بعض. يعني كيف ما بربنا في ناس ما بهمها مصلحه البلد، هل هالشيء رح يترجم بالانتخابات برايك؟ والله على الناس بقى هي اللي تحكي وتشوف وتعرف. صارت الناس بتعرف، والشعب اللبناني اكيد مسيس، والشعب اللبناني يعني واعي وذكي وبيعرف،
وبيعرف مين واقف معه، وبيعرف مين اللي عم يضحك عليه، وبيعرف مين اللي عم يعمل له شعبوية، وبيعرف مين كذب عليه على مدى السنوات الماضية، وبيعرف مين وصله لهون. طيب خلي الشعب اللبناني يحاسب بهالانتخابات. شفت الترشيحات لليوم، تعتقد في خيارات أمام الرأي العام اليوم، أم أنه حتى التخبط بالقوى اللي بتسمي حالها تغييرية أخفقت بمكان ما طبيعي لتجمع حالة ويكون في عن جد خيار عند الرأي العام غير الخيار الموجود؟ شوفي، ما كل مين نزل على ساحة الشهداء أو على دوار إيليا بصيدا أو نزل على ساحة عبد الحميد كرامي ورفع علم وهتف له هتافين بده يعمل نائب، ما بيقدر يعمل نائب. وما كل مين معه مصاري صار فيه يعمل نائب، وما كل مين عطى شوية أدوية فيه يعمل نائب، وما كل مين عمل 2000 حصة برمضان فيه يعمل نائب. المشكلة أنه كل هدول بدهم يعملوا نواب، وبالتالي حتى الآن ما شفنا أسا ولا لائحة من المجتمع المدني بأي منطقة بلبنان. وإذا في مش مكتملة، وإذا في مش مكتملة، وإذا في في 2 و3 و4 و5. صح. يعني أنا مثلا هلأ بدائرة الشمال الثانية أنا بعتقد بطرابلس حيكون في 3 أو 4 لوائح بالمجتمع المدني راحوا ليعملوا طرابلس تنتفض في الرابطة الصحفية، قتلوا بعضهم. ليه؟ لأنه في 5 مقاعد سنة في 14 مرشح. طيب مين بده يفوت؟ ما حدا بينسحب للتاني. طيب كيف بدكم تعملوا تغيير؟ كيف بدكم تعملوا تغيير وانتم اقل واحد، اكثر واحد فيكم يمكن ما عنده الشعبيه الكامله ليقدر يجيب اصوات؟ لذلك هذه الانتخابات ستكون لمن يهمه الامر. يعني هذه الانتخابات حتكون للتيارات السياسيه وجمهورها، اما يلي عم يتخبطوا من المجتمع المدني فحيدفعوا ثمن هذا التخبط وعدم التوحد. وانا من شاشه الاو تي في، اذا كنتوا ما أعلنتوا اللوائح أو ما خلصتوها، كل منطقة يكون فيها لائحة واحدة عن الثورة والمجتمع المدني حتى تقدر على الأقل تثبت حضور. إذا ما نجحت تكون ثبتت حضور وتقعد على الطاولة تاعت المرشحين بالاستحقاقات. هلا هن إذا بيفهموا سياسة من مكان بلا ما نسمي هيك التقسيم اللي صاير 3 4 5 لوائح، طب اذا كان في اصوات رح تتوزع، نعرف قد ايه عندنا الحواصل، عندنا الاصوات التفضيليه، واخر شيء التيارات السياسيه عم تحشد من قاعده، يعني من قاعده حاطه ايدها ورا ظهرها، يعني قاعده عم تحشد وقاعده عم تشتغل وقاعده عم تشتغل سياسه وعم تتواصل مع جمهورها، وجمهورها حاضر ليعيد الثقه فيها. مشان هيك كونوا قوايا بعدين انقسموا، ما فيكم تكونوا ضعاف توحدوا لأول يعني. أو بأول مرة وبعدين تجوا تنقسموا هيك، وإلا ما حيكون في هيدا التغيير المنشود إلا خروقات بسيطة. ست مقاعد، ستة بتشوف بس ستة؟ أنا شايف ستة، يعني حتى ما بيوصلوا لعشرة، يعني كتلة ضعيفة جدا. طبيعي، ما بدك ليش بيكونوا مع بعضهم؟ ليش اليوم مثلا هيدا مؤشر، ليش اليوم اللي طلعوا بال 2018 هل قدروا عملوا كتلة هن هدول التغييريين؟ استقال نعمة فريم واستقال ميشيل معوض، قبل ما يستقيلوا هل التقوا على برنامج معين مع بولا يعقوبيان مثلا؟ أبدا. يعني هل إذا وصلوا هدول حيعملوا رؤية واحدة، كتلة مثلا نيابية؟ ما بعرف كيف ممكن تكون، ولكن اليوم من يعش يرى. الانتخابات جاية وإن شاء الله تكون جاية، ما تكون في يعني احتمال عدم إجراء الانتخابات بسبب شو؟ بسبب الوضع المعيشي أنا برأيي ضاغط جدا. وبكرة يمكن الموازنة اللي أقرتها الحكومة من شهرين، من شهر ونص للانتخابات، يمكن بظل الغلاء اللي عم يصير بطل، يمكن ما تعود تأدي 60% منها. في تهديد من الموظفين بأنه هن سيقاطعوا كل الاستحقاقات من امتحانات رسمية لانتخابات. في تهديد من القضاء، في هلأ اليوم إذا ما صار في كابيتال كنترول وما صار في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يعني كمان اليوم عنا مشكلة كبيرة كمان بالشارع، لأنه الأمور بدها كمان تنفجر على الصعيد الاجتماعي. عندك موضوع يعني حتى شفنا الحماس الخارجي
للانتخابات كمان تراجع نتيجة كل الإحصاءات مثل ما عم أقول عم تبين بأنه ما في هذا التغيير، مش هذا التغيير الكبير يلي بتطمح له دول معينة. بعدين في شغلة تانية، يعني اليوم العالم كله نتالي عم يتغير، يعني اليوم حرب أوكرانيا وروسيا عم ترسم عالم جديد. ملف النووي بين أمريكا وإيران بفيينا كمان عم يرسم المنطقة الجديدة، والغزل السعودي الإيراني صح. اللي موجود كمان عم يرسم المنطقة من جديد. طيب هل نحن اليوم بلبنان منروح نعمل زيارة الأسد الإماراتي تماما كل المنطقة، يعني نحن كل المنطقة مرتبطين بالجيل السوري كمان. كل المنطقة عم تتشكل من أول وجديد، ويبدو رايحين نحن على تخفيض، إذا ما كنا رايحين على انفراج، على تخفيض نسبة التوتر القائم. طيب هل نحن اليوم بلبنان منروح منعمل انتخابات وبغض النظر عن وضع المنطقة، ولا نحن اليوم ننتظر وضع المنطقة ومنشوف لبنان بأي اتجاه بده يروح منروح منعمل انتخابات على أساسها؟ كمان هذا الأمر كمان أمر لازم أن يؤخذ بعين الاعتبار. تخريجي أستاذ غسان، يعني رأيك بظل يعني أنا برأيي وضع على ضرورة أنه وضع أمني ما في الاستحقاق. وضع أمني ما في، لأنه كل الفرقاء صار عندها ومتأكدة بأنه إذا انفتح شي ملف أمني أو شي جولة أو شي محور أمني يمكن ما حدا بيقدر يسكره، وشفنا نحن بالسابق شو صار بالطيونة وشو صار بأكتر من محل. فبالتالي بعتقد الملف الأمني ما حدا حيلعب فيه. وأنا يعني كنا بنقابة المحررين عند قائد الجيش وأكد بأنه الأمن ممسوك، بأنه الجيش لن يتهاون بأي حركة أمنية من أي جهة أتت، حتى وبالتالي ولو كان مصدرها انفجار اجتماعي معيشي. هلأ انفجار اجتماعي معيشي بيكون ما ضروري يكون يروح على الاتجاه الأمني، يمكن يكون عنده اتجاه تاني مثل ما قلت لك، يمكن الموظفين ما ينزلوا على الانتخابات. كيف بنعمل انتخابات من دون رؤساء أقلام ومساعدي رؤساء أقلام، أو من دون أو من دون رؤساء شو اسمه لجان القائد؟ يعني كمان عنا شوية يعني كركبة قبل الانتخابات. إن شاء الله تكون هالانتخابات جاية، لأنه بعتقد يعني كمان هي ضرورة وطنية الانتخابات، خصوصا بعد 17 تشرين ومحاولات سحب الثقة من كل الكتل النيابية، محاولات المطالبة بانتخابات مبكرة. واليوم في مناسبة أو استحقاق، إما أن تتجدد هذه الثقة بال يعني القوى السياسية الموجودة، أو أن تسحب منها. وأنا حتى الآن بظل واقع المجتمع المدني أستبعد أن يكون هناك تغيير جذري بهذا الإطار. طيب لناخذ الاحتمال الأسوأ، تخطينا 15 أيار وما كان في انتخابات، شو السيناريو ممكن يبقى تأجيل أشهر؟ هل منروح كمان لموعد الاستحقاق الرئاسي؟ يمكن تؤجل ليكي ساعتها. هون هلأ ما في حدا يتكهن شو ممكن يصير. ممكن يصير فوضى، ممكن يصير يمكن تتأجل لأيلول تقنياً. يحكى بهذا الاحتمال بيكون يعني. بيكون إسا قبل الاستحقاق الرئاسي، فبيجي لمجلس النواب بصير بينتخب رئيس جمهورية جديد طازة. فكمان يعني ممكن، بس ما في الواحد يتكهن إذا ما صارت الانتخابات شو ممكن يصير، لأنه هذا الشيء صار بعلم الغيب. ولكن طبعاً حيكون الوضع يعني أكثر سوءا من الآن، وإلا إذا كان هناك يعني تمكنت الحكومة من إجراء المفاوضات السريعة مع صندوق النقد الدولي، وكان هناك انفتاح عربي أو ترجم هذا الانفتاح العربي الموعود، خصوصا أنه يعني في حديث عن عودة السفراء خلال شهر رمضان المبارك. إذا ترجم هذا الانفتاح العربي أو الاحتضان العربي بمساعدات كما كانت في السابق، بعتقد اليوم بتقدر الحكومة شوي تخفف من هذه المعاناة بطريقة أو بأخرى. العين على الحكومة اليوم طبعا أكيد العين على الحكومة، دائما العين على الحكومة هي السلطة التنفيذية يعني، وهي اللي منوط فيها كل الأمور. مشان هيك تركوا الحكومة تشتغل، تركوا الانتخابات بس تشتغل صح، تركوا الانتخابات بربكم اشتغلوا صح، تركوا الانتخابات بعدين، تركوا الانتخابات على جنب،
ما حدا يحاول يعمل حملته الانتخابية على ظهر الحكومة أو على ظهر رئيس الحكومة، لأنه هذا الأمر حيضر فيه وحيضر بجمهوره وحيضر بالحكومة وحيضر بلبنان. بعد عندي تقريبا شي ربع ساعة، ما بدي أخلص بلا ما فوت مزبوط بالتفاصيل بالانتخابات. كيف وضع طرابلس اليوم بداية؟ طرابلس ضايعة إذا بدك، يعني أنه لا شك هلا ما فينا إلا نقول بأنه اعتكاف الرئيس سعد الحريري أثر على الشارع السني بكل لبنان، وعزوف الرئيس نجيب ميقاتي أيضا أثر على الشارع السني بكل لبنان، لأنه نعمل شيء من نوع من الإحباط، انه يعني اخر الكل في عزوف سني من في رمزين الاول كبير، في رمزين لهذه الطائفه هو الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، وطبعا في الرئيسين فؤاد السنيوره وتمام سلام، ولكن الحضور الشعبي هو لهذين الرجلين. طبعا صار في يعني احباط نتيجه هذا العزوف، واليوم طرابلس عم تحاول تلملم هيدي الارباك يلي صار عندنا اليوم. مبدئيا هلا بنحكي طرابلس عكار، صح اكثر شيء يعني العين عليهم طبعا سنيا بين مستويين. طرابلس فيها اليوم اربع لوائح اساسيه هسه اللي مبينين، لائحه تحالف طرابلسي فيها مبدئيا كريم كبارة، نجل النائب محمد كبارة، وطبعا نعرف محمد كبارة هو عميد نواب طرابلس من 92 لحديت اليوم، وعنده شعبيته يعني وعنده حضوره، فبالتالي كريم كبارة مع النائب علي درويش وقازم يعني النائب السابق اللائحة المدعومة من رئيس ميقاتي. من نداع ليك هقول لك هيدي مشان كمان يعرف الناس، لما الرئيس ميقاتي ما بينزل على الانتخابات ما بيكون في هنيك لائحة للعزم، بس هو بيدعمه ايه؟ وقال صراحة هلا ممكن انه ممكن هيدا ايه؟ جو العزم، لكن وضع الرئيس ميقاتي اليوم، الرئيس ميقاتي ما ترشح على الانتخابات حتى ما يجي حدا يقول له انت داخل بمنافسة وانت رئيس حكومي، هلا نكون واضحين تمام. كرمال هيك، لكن كرمال شو كأنه في إشارة خارجية الإشارة يعني الخارجية يعني لكل الصف السني مشان لا لا لا. ميقاتي وغير ميقاتي كمان. أنا حقلك على شيء، الرئيس الحريري لديه مصالح مع السعودية، فبالتالي يمكن يكون في إشارة خارجية تأثر عليه. رئيس نجيب ميقاتي ما عنده مصالح ولا عنده شغل ولا عنده شيء مع السعودية، فبالتالي كان قادر أنه ليش الرئيس سنيورا ليكو عم يخوض الانتخابات علنا، بس عنده مصلحته لتعويمه ايه؟ كرئيس حكومة أيضا ونجاح حكومته طيب كمان، ما فينا نلغي هيدا الاحتمال. إذا دخل على الانتخابات واستغل هيدي الفرصة اللي ما فيها حدا وأخذ له شيء، أخذ له شيء 12-13 نائب سني وعمل كتلة، حدا بيقدر يتجاوزه؟ هلا لو دخل كان أخذ 12-13، يعني إذا كان خاض بكل لبنان ما بيقدر كان. هلا عم نحكي ما تم دخل 10 ليش هلا الارقام الصحيحه شوي، ليش بدي اقول لك على شو بدي حيلك للنائب للوزير السابق وئام وهاب، قال اذا الرئيس ميقاتي بده بياخذ 28 نائب بدائره الشمال، هيك قال. انا ما حقول لك هيك، بس حقول لك اذا بده ولا اذا في اذا بده نرجع لشعار الاول لا اذا بده شو بدنا هلا اذا في واذا بده بس، ولكن اليوم ما بظن الرئيس ميقاتي لو بده يشتغل انتخابات اليوم الساحة مفتوحة، كان قادر وهيدي فرصة ذهبية لإله يعمل كتلة وازنة مشان ما نقول أسماء، كان في ياخد ببيروت وفي ياخد بالبقاع وفي ياخد بالشمال وفي ياخد بعكار لو قرر هذا الأمر، ولكن مثل ما عمل بال2005 ما ترشح على الانتخابات، وكانت الانتخابات بوقتها بشهادة المجتمع الدولي انتخابات ديمقراطية ونزيهة، هو اليوم عم يحرص بأنه يجي كرئيس حكومة، عنده كمان مهمات إنقاذية مثل ما كنا عم نحكي، ما بده يشغل حاله بالانتخابات يعني كمان بمنافسة فلان ولا فلان، علما أنه كمان الساحة خالية من المنافسة. طيب رح يصير في مقاطعة سنية بالمشاركة؟ هلأ لا شك في أحباط، هذا الأحباط السني موجود. خليني أكمل لك بس أنه في هيدي اللائحة موجودة عما يعني فينا نقول فيها كريم كبارة والنائب علي درويش والنائب السابق قازم الخير وسليمان جون عبيد، عنا لائحة تحالف اللواء أشرف ريفي مع القوات اللبنانية واللي هي بدأت صار فيها تسعة مع النائب الحالي عثمان علم الدين بالمنية، عنا لائحة المستقلين من تيار المستقبل يلي عم تتشكل بين الدكتور مصطفى علوش و
سامي فتفات، وعندنا لائحة النائب فيصل كرامة جهاد الصمد، واللي بتضم مرشح المردة رفلي دياب، وعندهم بالمنيا نبراس علم الدين، وفي المجتمع المدني اليوم يعني المرشح يحيى مولود عم يحاول مع المرشح على المقعد الماروني بطرابلس كارلوس نفاع يعملوا لائحة للمجتمع المدني. طبعا في لوائح أخرى من المجتمع المدني من المنتظر أن تبصر النور، في لائحة للجماعة الإسلامية كمان عم تحاول تعمل لائحة بتشبه من جو مدينة طرابلس. يعني نحن اليوم بطرابلس أمام أربع لوائح إذا بدنا نقولهم بالسياسة، وشي أربع لوائح من غير سياسيين ومن غير السياسيين، الناس اللي فضلا عن يعني في أكثر كمان من السفيمين ما عم يقدر يشكل لائحة، ما عم يقدر يقنع الناس بأنه يشكل لائحة، وما بقى بدي فوت بالتسمية مشان ما نكون عم نعمل دعاية انتخابية لحدا. الشغلة الثانية بعكار مبدئيا لائحة جو المستقبل صارت واضحة، ومعروف اليوم بأنه النائب وليد البعريني يعني هو قوي، وطبعا يعني ممكن يجيب حاصل، بينما حتكون المنافسة حامية ما بين النائب محمد سليمان والمرشح إبراهيم المصومعي اللي هو عنده حضور وازن بموضوع السهل بالسهل. وطبعا يعني اليوم من جو سليمان يعني كمان قريب من جو هذا الجو. نعم أكيد. وطبعا اليوم كمان في لائحة القوات اللبنانية يلي كمان عم تجد شوية صعوبة في استكمالها بسبب حتى يحكى عن يعني صعوبة في تجاوز الامتحان طبعا، لأنه اليوم الشارع السني اليوم رافض، يعني بكل مكوناته رافض القوات اللبنانية، لذلك اليوم يعني في صعوبة، ولكن حتشكل لائحة، وبعتقد حيكون معهم عن السنة النائب طلال المرعبي. في عنا التيار الوطني الحر بالتحالف مع النائب محمد يحيى وقوى 8 أدار والحزب القومي، وفي إشكالية اليوم بموضوع لائحة التيار الوطني الحر، خصوصا أنه الإشكال اللي صار بين التيار الوطني الحر والحزب القومي فرع بنات، فرع الروشة يعني بدنا نقول، صار في تباين انعكس على كثير من الدوائر، فيمكن ينفك التحالف ما بين التيار الوطني الحر والحزب القومي في دائرة عكار فرع بنات، وممكن يروحوا عند مرشح النائب أسعد حردان رودولف مطر وهو من رحبة. كمان اليوم في بموضوع مرشحي التيار الوطني الحر بين النائب أسعد درغام وجيمي جبور، كل استطلاعات الرأي، ومبارح يعني زميلنا عباس ظاهر كان عم يحكي عن إحصاءات بتقول بأنه كل الإحصاءات بتقول أنه المرشح الماروني ما زالت أسهم النائب هادي حباش متقدمة في القبيات، وهناك رح يكون في تقل السنة باتجاهه ولا بالعكس، هيدي حسب الإحصاءات اللي موجودة. بس وطبعا بناء على شو أنا أعرف بناء على شو إحصاءات يمكن هلأ بتكون آراء سياسية بعيدة أكيد عن شيء علمي أكيد يعني. وفي طبعا مرشحي الثورة يعني العميد جورج نادر واللي هو كمان من القبيات واللي ممكن كمان يشكل منافسة للنائب هادي حباش، لذلك اليوم يعني معروف بأنه الحجم التيار الوطني الحر على صعيد الصوت التفضيلي هو 11 ألف صوت بدائرة الشمال الأولى في عكار، لذلك يعني بعتقد اليوم ترتكز على 2000 يمكن تكون أقل يمكن تكون هذا، ولكن اليوم على صعيد الصوت التفضيلي أنا عم بحكي يعني اللي بيعطوا صوت تفضيلي، لذلك اليوم يعني حيكون أي انقسام بالصوت التفضيلي بين النائب أسعد درغام والمرشح جيمي جبور قد يسقط الاثنين معا ويدخل المرشح القومي،
لذلك اليوم يعني التيار الوطني الحر، وطبعا استطلاعات الرأي اللي حكي عنها كمان زميلنا امبارح بتقول بأنه النائب أسعد درغام هو الأول على الصعيد الأرثوذكسي في عكار، لذلك يعني من المفترض أنه التيار الوطني الحر يتلقف هذا الأمر يصب باتجاه النائب أسعد درغام، لأن سقوط النائب على الصعيد المعنوي بضر يعني بدل أخف وطأة من سقوط المرشح، خصوصا أنه حتى الآن يمكن في أكثر من حدا سابق على المقعد الماروني، وكما قلت بأنه أي انقسام بالأصوات 50-50 بين اثنين قد يعرض الاثنين للخسارة، ويعرض التيار الوطني الحر لخسارة مقعده في عكار، وهذا أمر طبعا يعني هو اليوم عم يتلافى أي خسارة بأي دائرة كان فيها موجود، خاصة بالحسابات ما في خسارة بالمقاعد بمعظم الأحزاب إذا فينا نقول تماما. 4 نيسان يعني التنين المقبل بتعتقد فتنا مش بنعتقد على الأكيد رح نفوت بالمرحلة الثانية من الانتخابات بعد الإعلان عن اللوائح، لأنه رح نشوف بكرة لازم نفوت ب يعني يقفل باب الترشيح، يقفل باب الانسحاب، تسجيل اللوائح، لا الانسحاب سوري، بكره ولا 31 30 صح. بكره بيكون عندنا تسجيل اللوائح، الاربعاء 5 ايام تسجيل اللوائح. نحن اليوم امام يمكن هلا حركه اتصالات مكثفه جدا لتسجيل اللوائح، ومن لا شو لها معنى الانسحاب طالما ما بيردوا له المصريات؟ خلص في يوصل لأربع شهر ما له مطرح ولا ليستا بينسحب تلقائيا، بينسحب ايه. هلا ما بعرف اذا قبل اغلاق باب الانسحاب بحق له يمكن يسترد قسم بالقانون الجديد ولا ليره، يلا احسن خلي الخزينة، ما بدهم يترشحوا، ما بيقول المثل يلي بده داح ما بده يقول احلى، بده يترشح ويطلع اسمه مرشح يدفع 30 مليون معلش يساهم مع الدوله، ولكن اخر الكل سيفرض على الناس الانسحاب، لانه بعدين بدك تشوفي بكره بكل المناطق في يعني كمان لوائح متضررين صح. لأنه بكرة في ناس بتلاقي حالها هي برات اللوائح، فبيجمعوا بعضهم إما بيعملوا لائحة أو حيكون مصيرهم الانسحاب، يعني كم يوم ومنعرف أكثر الصورة كيف، وكم يوم ومنعرف تماما كمان كيف رايحة الأمور بالنسبة للاستحقاق الانتخابي، إذا كان حيجري أو كان لا. اليوم الرئيس مئاتي أكد بأنه هذا الاستحقاق سيجري، وأكد أنه هو لن يستقيل لأنه استقالته ستضرب هذا الاستحقاق وتدفعه إلى صح. التأجيل، لذلك هو مستمر، لو ما في انتخابات كان استقيل هو مستمر حتى نشوف يعني يتم هيدا الاستحقاق، أما إذا كان هناك شيء خارج عن الإرادة ساعتها لكل حادث. طب إذا ما صار انتخابات بطبيعة الحال رح يكون حكومة مستقيلة يعني؟ لا إذا ما صارت الانتخابات إذا جددوا كيف هل بتصير الأمور يعني؟ هيدي الحكومة بقي لها 7 أسابيع، في منهم 7 أيام أعطال وأعياد، كل عام وأنتم بخير على فكرة جايين على سلسلة أعياد ومناسبات، فعليا عندنا 6 أسابيع يعني بس شغل يعني خلينا قد ما فينا بهذا الوقت نرجع منقول نخفف صراعاتنا ونوقف إلى جانب هذه الحكومة. هذه الحكومة إذا نجحت مش حتكون طرابلس لوحدها منيحة، ولا عكار ولا المتن ولا بيروت، كل لبنان حيكون حيستفيد من هذه النتائج الإيجابية. في عنا 6 أسابيع قبل الانتخابات، خلينا نشوف كيف إمكانية أنه نشتغل بالكابيتال كنترول، كيف نوصل بأسرع وقت إلى التفاوض مع صندوق النقد، وللأسف الشديد صندوق النقد جاي اليوم، وفده جاي خلال الساعات المقبلة، يعني شايفين أنه صندوق النقد هو راكد علينا ونحن كل مالنا عم نتراجع، الدول كلها راكدة لتدعمنا، والمقول اللي صارت معروفة ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم،
نحن السنة مصرين أنه ما بدنا نساعد أنفسنا، والسنة مصرين نغلب مصلحتنا وأنانيتنا على المصلحة الوطنية العليا. إن شاء الله نكون تعلمنا ونطلع بطريقة تصحيحية وأصلاحية بالمرحلة اللي جاية. قطع الوقت بسرعة معك أستاذ أنا بدي أشكرك. أهلا وسهلا فيك، إلى لقاءات مقبلة إن شاء الله. شفت الله عليك، صحافة بامتياز. أهلا وسهلا فيك رئيس تحرير جريدة سفير الشمال. شكرا غسان ريفي، شرفتنا. إلى لقاءات مقبلة إن شاء الله بإذن الله. شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتنا بهذه الحلقة من نبض بيروت. برجع بلاقيكم بنشرة أخبار 8 إلى ربع. إلى اللقاء.